الصحة المستدامة. سونيتا ناظر. ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا اليوم باستضافتي لدكتورة جديدة، طبيبة جديدة تنضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة للمساهمة معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة، دكتورة مشاعر بخيت الاستشارية في طب وجراحة العيون وعصب العين، معنا مباشرة على الخط من السعودية. ما هو التهاب العصب البصري وكيف نعالجه؟ هذا هو الموضوع الذي ستلقي الضوء عليه معنا اليوم دكتورة مشاعر بخيت، وسأقدم لكم دراسة طبية حديثة أثناء الحلقة تربط تراجع البصر بالتوتر. أذكركم بوسائل التواصل مع دكتورة مشاعر بخيت، رقم الواتساب التالي 00336072949 72، صفحة الفيسبوك صحة المستدامة. أرحب بكم جميعا على هذين الوسيلتين لطرح الأسئلة، وأرحب بطاقم الصحة المستدامة اليوم، ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، وجودي باطري في قسم التنسيق. ومجددا أرحب بك دكتورة مشاعر، أهلا وسهلا بك وشكرا على هذه المساهمة الأولى معنا في مهمة التوعية الصحية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سونيتا، شكرا شكرا لك. اليوم طبعا نلقي الضوء على ملف هام جدا، وقبل أن نبدأ بتعريف التهاب العصب البصري ياريت نعرف بالعصب البصري. ما هو هذا العصب البصري؟ يربط ماذا بماذا؟ تفضلي. العصب البصري هو طبعا يمثل العصب الثاني، وهو من مجموعة أعصاب مزدوجة في الدماغ تعرف بالأعصاب القحفية. هي عبارة عن 12 عصب تنشأ في الدماغ وتنقل المعلومات بين الدماغ وأجزاء الجسم. فالعصب البصري هو العصب القحفي الثاني، وهو يعني يربط الدماغ مع العين. فنحن سيمبلي يعني ممكن نمثله ككابل كهرباء أو وصلة كهربائية تنقل المعلومات البصرية من شبكية العين إلى مركز الرؤية في الدماغ. نعم، شكرا لك على تعريفك بالعصب البصري. طبعا بعد دراسة اليوم سنعرف بالتهاب العصب البصري، ما هي الأسباب، ما هي العلاجات، ولكن الآن ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تربط تراجع البصر بالتوتر. الصحة المستدامة سونيتا ناظر. إذن كشفت دراسة حديثة عن أن التوتر المستمر يمكن أن يؤدي إلى تراجع البصر مع مرور الوقت، وذلك بسبب شيخوخة الخلايا في العين ما يؤدي إلى تلفها بشكل أسرع. هذا وأوضح مؤلف الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Aging Cell أن التوتر المتكرر لفترات يجبر أنسجة العين على تسريع عملية الشيخوخة. ووفق مؤلف الدراسة دوروتا سكوفرونسكا كرافشيك الأستاذة المساعدة في علم الفيزياء والفيزياء الحيوية وطب العيون وهيئة التدريس في مركز أبحاث الرؤية الانتقالية في جامعة كاليفورنيا، إذن وفق هذه الباحثة هذه التغيرات اللاجينية التي لاحظها العلماء تشير إلى أن التبدلات على مستوى الكروماتين، وهو مزيج من الحمض النووي والبروتينات التي تشكل محتويات نواة خلية، يتم اكتسابها بطريقة تراكمية بعد عدة مواقف من التوتر. وأضافت كرافشيك أن العلماء يواصلون العمل على طرق مختلفة لمنع عملية الشيخوخة المتسارعة الناتجة عن التوتر. وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الألمانية لأمراض العيون كانت قد حذرت في دراسة سابقة من أن التوتر العصبي سواء في العمل أو الحياة الشخصية قد يؤذي العين ويصيبها بما يعرف باعتلال الشبكية النضحي المركزي، والذي تتمثل أعراضه في ظهور بقعة رمادية اللون في مجال البصر وتشوش رؤية الأشياء، إلى جانب صعوبة في القراءة واضطراب في إدراك الألوان بسبب تراكم سائل تحت مركز الشبكية.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر. إذن أعود إليك دكتورة مشاعر بخيت، أتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة، هل فعلا يحدث تراجع في البصر بسبب التوتر والضغوطات النفسية؟ مثل ما ذكرتي من سنتي، يعني هي الأبحاث بتدل إنه في أمراض كثيرة ممكن تأثر على الخلايا العصبية، ممكن منها في كومون نسميها نيورو ديجنيريتيف ديزيز، امراض تؤثر على الخلايا العصبية مثل الزهايمر والباركنسونز الشلل الرعاش، ومنها ايضا كمان زي ما ذكرتي في دراسات تدل عن انه ممكن الانزايتي والتوتر بتؤثر على الخلايا العصبية، لانه خلايا العين او البصر هي اوريجينالي مركزها من الدماغ، فأي شيء يؤثر على الدماغ يؤدي إلى تدهور في الخلايا العصبية. نعم، شكرا لك على التعقيب دكتورة مشاعر بخيت. نعود إلى موضوعنا التهاب العصب البصري، وفي البداية ياريت تعرفين لنا بهذا الالتهاب، لماذا يحدث، كيف يحدث؟ التهاب العصب البصري ببساطة كلمة التهاب يعني هي خلل في الوظيفة، فهو خلل يصيب العصب البصري، والعصب البصري طبعا في جزء أمامي ممكن نحن يعني نشوفه أو يظهر علينا عند الكشف على قاع العين، هذا الجزء الأمامي يسميه بابيلايتيس، أو أحيانا يجي المريض بأعراض التهاب العصب البصري بس نحن ما نقدر يعني نشوف تورم على العصب، وهذا معناه حصل التهاب لجزء الخلفي من العصب اللي هو بسموه ريتروبالبر أوبتيك نيرايتيس. والتهاب العصب البصري يعني هو الميكانيزم أو الباثوفيزيولوجي إلى الآن مش معروفة 100%، لكن هو بيقول إنه هو مرض يهاجم أو يحصل تحفيز للجهاز المناعة الذاتية، نعم، وتؤثر على طبقة المايلين، هذه طبقة تحمي العصب البصري. نعم، وأسباب التهاب العصب البصري مختلفة، ولكن أكثرها شيوعاً هو ممكن يكون سبب مجهول إيديوباثيك أو يكون مصاحب لمرض التصلب الوحي أو التصلب الوحي، نعم، مرض السكليروزيس. نعم، هذا طبعا من أكثر الأمراض شيوعا وأكثر أمراض أسبابا لالتهاب العصب البصري. يعني أغلب الأشخاص الذين أصيبوا بمرض التصلب الوحي سيصابون بالتهاب العصب البصري بالضرورة أم لا؟ هو يمثل عادة يكون ممكن هو العرض الأول للمرض في أكثر من 20% من المرضى، وممكن تجد أنه أكثر من 70-90% من المرضى خلال حياتهم وإصابته المرض تعرضوا لهجمات العصب البصري. نعم، إذن الأعراض كيف تتمثل الأعراض، بماذا يشعر الشخص الذي يصاب بالتهاب في العصب البصري؟ تفضلي دكتورة مشاعر. تمام، تعقيبا على الأسباب لأنه هي راح تختلف بعدين في الأعراض، طبعا نقول أهم السبب كان التصلب الوحي، لكن هنالك أمراض مناعية ثانية مثل التهاب الحبل الشوكي والعصب البصري أو يسمى الـ NMO، وفي مرض ثاني يسمى الموك Antibody Disease، وأيضا في التهابات البكتيرية والفيروسية أيضا، وأمراض الالتهابات العامة مثل أمراض الذئبة والبهج الدليل. فالأعراض راح تختلف أكيد على حسب المسبب، لكن في أشياء مشتركة. أول عرض هو الألم، فمعظم المرضى يعني ممكن يبدأ المرض بأنه المريض يحس بألم في العين عادة خلف العين، أو يوصف لك يقول لك أن الألم أكثر شيء عند حركة العين، وهذا يكون مصاحب مع التيبيكال اوبتيك نيرايتس اللي هو مع مرض التصلب الوحي في اكثر من 90% من المرضى. بعده المريض يحس بفقدان النظر عاده في التيبيكال اوبتيك نيرايتس مع المالتيبل سكليروزيس او التصلب الوحي تكون عين واحده، ويحصل الفقدان خلال ساعات وايام، ويكون هذا الفتره محدوده. بعده يحصل التحسن ايفن بدون علاج في خلال 4 أسابيع. نعم، إذن هي حالة قد تكون مؤقتة، التهاب العصب البصري ليست حالة خطيرة، كيف تصنفينها أنت؟
هي الحالة بالنسبة لهجمة العصب البصري، فيحصل الريكوفري أو التعافي إذن without يعني بدون أخذ علاج. فلكن إحنا ممكن نمثل إنه المرض لأنه ليس فقط إنه يصيب العصب البصري، فيصيب الدماغ والدماغ يؤثر على الجسم كله. فهو نقول هو مرض يعني مهم، مش عايزين نقلق الجمهور، هو مرض مهم يجب التشخيص والعلاج بطريقة صحيحة. نعم. للتحكم في المرض. إذن كيف يتم التشخيص الدقيق لكي كما ذكرتي لا يتفاقم هذا المرض ويصبح حالة خطيرة؟ طبعا بعد أخذ التاريخ المرضي، فنحن نذكر الأعراض، الألم، فقدان النظر، أجل بعض المرضى يكون من خلل في مجال الرؤية، يعني ممكن المرضى يقول لك أنا أرى دائرة سوداء في مركز الإبصار. أيضا الكشف السريري مهم، اللي هو أن طبعا بنفحص حدة النظر، مجال الرؤية، تفاعل البؤبؤ مع الضوء من العلامات المرة مهمة، لأن كما ذكر إنه العصب البصري طبعا يقع في قاع العين، فالطبيب عند الكشف يمكن لا يرى أي شيء على العصب، فهذا ممكن يكون إنه الجزء الخلفي هو المصاب، وهذا very common. الثلثين المرضى يكونوا عندهم التهاب العصب البصري الخلفي. نعم. فالمريض لا يرى والطبيب أيضا لا يرى. نعم. فالأشياء كيف تكتشفون؟ من التاريخ المرضي، فقدان النظر، تأثير مجال الرؤية، ضعف الألوان، مشان طبعا نقوم بفحص الألوان في العيادة. نعم. فضعف الرؤية الألوان، وكما ذكرت عدم تفاعل البؤبؤ مع الضوء. نعم. هل تتشابه أعراض التهاب العصب البصري مع أعراض أمراض عيون أخرى؟ يكون في تشابهات، بالذات في التهابات القزحية، لأن التهابات القزحية ممكن تصل للعصب البصري. نعم. فيحصل إصابة العصب البصري ثانوية، ولكن من الأعراض ومن الكشف السرير على المريض نقدر نحدد الاختلاف بين المرضين أو أمراض أخرى. نعم. شكرا دكتورة مشاعر. يا ترى هل هناك أشخاص معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالتهاب العصب البصري؟ يعني هل هناك عوامل خطورة؟ هل أنت مثلا لاحظتي أنه في عيادتك هناك نسبة رجال أكثر من نسبة النساء؟ أخبرينا. هو المرض التيبيكال اوبتيك نيورايتس، التهاب العصب البصري اللي يكون صاحب لمرض التصلب الوحي، هو أكثر شيوعا في النساء. نعم. وفي العمر دائما اللي هو from 20 or 15 to 40، من العشرين للأربعين. حتى الأمراض المناعة الثانية اللي هو مرض التهاب النخاع الشوكي والعصب البصري NMO أو يسمى بمتلازمة ديفيك، هو أيضا أكثر شيوعا في النساء. فمرض التصلب الوحي ممكن نلقى from 3 للنساء مقابل 1 في الرجال، يعني 3 في النساء مقابلها 1 في الرجال، وفي الـ NMO 9 من النساء يقابلها 1 من الرجال. ولكن في مرض الموك اللي هو أيضا يسبب التهاب في العصب البصري، هو في الرجال والنساء almost يعني بنفس النسبة. نعم. أيوة. نعم. لكن كما ذكرت أن العمر كمان فاكتور. نعم. ممكن نلقى أنه في أعمار 20 to 40، في الـ NMO متلازمة ديفيك ممكن أعمار تكون على أكبر، وفي الموب أنتيبودي ديزيز الأعمار ممكن تكون أصغر، حتى ممكن نراها في الأطفال. نعم. ماذا عن العرق والجنس والطفرات الوراثية؟ هل أيضا هي عوامل خطورة لدى من؟ أخبرينا دكتورة مشاعر. أيوة. مثلا في المالتيبل سكلروزيس نلقاه أكثر شيء في الكوكيجين اللي هما الوايت بيبول، الناس البيض أكثر. نعم. طبعا هذه طبعا تعتمد على دراسات اتعملت لأنها أكثر في المنطقة تحت البيض أكثر، لكن نعم. من خلال حتى هنا احنا في العيادات، فالمالتيبل سكلروزيس very common عندنا في منطقة الخليج. نعم. فيعني ممكن لا يمر عليه في العيادة ما أشوف مريض أو مريضين. إذن بدأت تتغير خارطة العرق بالنسبة لمرض التصلب الوحي. نعم.
نعم. إذن عن الطفرات الوراثية، يا ترى أي طفرات وراثية قد تؤثر على الإصابة بالتهاب العصب البصري؟ هل هناك أيضا عامل خطورة؟ هو طبعا في عوامل وراثية زي ما ذكرت، الميكانيزم أو الباثوفيزيولوجي حق المرض غير يعني مفهوم 100%، ولكن زي ما قلنا هو في تحفيز لجهاز المناعة الذاتية وتهاجم على العصب البصري. ففي عوامل خارجية وفي عوامل جينية نفس الشيء. فحتى عشان كده نلقى القابلية إذا مريض عنده عامل تاريخ أسري للمنطقة الاسكلوزي فبيكون هو عرضة أكثر من المريض ليس لديه تاريخ عائلي. نعم، هذا يدل على أنه العامل الوراثي عامل قوي في هذه الأمراض. نعم، يا ترى ما هي المضاعفات التي تحدث عندما يتطور التهاب العصب البصري وعندما يهمل العلاج دكتورة مشاعر بخيت؟ كما ذكرت، معظم المرضى في إصابة العصب البصري مع التصلب اللويحي يحصل الريكوفري بدون علاج، فهو هذا بالنسبة لهجمة العصب البصري. طبعا بعض المرضى ممكن يكون قوة الهجم عندهم كبيرة فيكون عندهم ضعف كبير في النظر، فنساعد لتحسين الريكوفري بنعطي علاجات اللي هي الكورتيزون. ولكن إذا أهملنا، لأنه زي ما قلنا التشخيص مرة مهم، ممكن يكون إصابة الالتهاب العصب البصري ليس بتصلب لويحي، ممكن يكون أمراض ثانية. فالتشخيص، سرعة التشخيص مهمة لضمان لا تحصل مضاعفات، وهي ضمور العصب البصري. ضمور العصب البصري هو تلف العصب البصري ويفقد الوظيفة الكاملة للعصب البصري، فإما ممكن يؤدي إلى يعني تدهور النظر أو العمى. فلذلك نحن نحفز على أنه المريض إذا حس بأي أعراض أنه يتم الكشف عليه سريعا ليتم سرعة التشخيص والعلاج. نعم، هل هناك تأثيرات جانبية للعلاج؟ وما هو أهم علاج في هذه الحالة؟ وهل قد تصلون عندما يفشل العلاج الدوائي إلى جراحة؟ بالنسبة لالتهابات العصب البصري، أول خط علاجي نستخدمه هو الكورتيزون. هذه العلاجات بنيت على دراسات قديمة، وزي ما ذكرت في التصلب اللويحي ممكن يحصل التعافي بدون علاج، ولكن هذه العلاجات تسرع التعافي ولكنها لا تؤثر على الفاينل ريزلت. فزي ما ذكرت، يأخذ المريض بعد التشخيص يأخذ علاج استيرويد بالوريد من 3 إلى 5 أيام، وخلال هذه الأيام نشوف التحسن. فإذا طبعا إذا التشخيص لا تصلب لويحي يأخذ الآي في استيرويد، ممكن يتبعه استيرويد بالحبوب وحسب نتيجة الرنين المغناطيسي، لأنه الرنين المغناطيسي مرة مهم في التشخيص. يعني التشخيص يتبني على الأعراض المريض، على الكشف السريري، ثم على الفحوصات. الفحوصات تكون جزء مسؤولية طبيب أعصاب العين اللي هي تصوير الطبق للعين ومجال الرؤية، ومسؤولية طبيب المخ والأعصاب عمل الرنين المغناطيسي والبزل القرني. فالرنين المغناطيسي مرة مهم لأنه يحدد الريسك مدى إصابة المريض بالتصلب اللويحي. المريض يجيك مثلا فقط بالتهاب عصب البصري، ولكن الرنين المغناطيسي يساعدك على انك تعرف هل المريض الان عنده تصلب لويحي وما هو الريسك في المستقبل. فهذول المرضى غير ان اعطيهم العلاج في المرحله الاكيوت الان الاستيرويد، راح طبيب المخ والاعصاب قد يحدد يبدا لهم نوع ثاني من العلاج اللي هي بيسموها disease modifying drugs. هذه العلاجات مهمة لتخفيف تكرر الريلابس اللي هو الانتكاسات تبع مرض التصلب اللويحي، لأنه كما ذكرت التصلب اللويحي مرض يصيب الدماغ، فالمريض ممكن يتأثر، يحصل له ضعف في الحركة، خدر، يؤثر على الكوجنيتيف فانكشنز، على التركيز. فهو مرض ليس فقط يؤثر على العين، وهذه أهميته.
نعم. فزي ما هذا بالنسبة للعلاجات للتصلب الوحيد. في بعض الحالات وغالبا ما يكون تصلب الوحيد، يعني مرضى الـ NMO والموق المريض لا يستجيب للاستيرويد. نعم. فبعد جرعتين ثلاثة إذا المريض لم يتحسن يتم عمل تبادل البلازما أو بلازما إكسينج. هذا النوع من العلاج هو مثل الغسيل الكلى، يعني يتم توصيل المريض مع جهاز ويتم تنقية البلازما واستبدالها ببلازما نقية، والهدف منها إنه نستخرج الأجسام المضادة. كما ذكرت إنه هذه أمراض مناعية وتؤثر تقوم بهجمات على الجهاز البصري المركزي، فهذه الأجسام المضادة طبعا يتم الكشف عليها بفحوصات الدم. ففكرة تبادل البلازما أنه نسحب هذه الأجسام المضادة من الجسم وتبديلها ببلازما نقية لتخفيف حدة المرض. ومعظم المرضى إذا تعرضوا لهذا العلاج في وقت مبكر يتم التحسن بطريقة جيدة. نعم. ما هي نصائحك دكتورة مشاعر بخيت أنت للمستمعين اليوم لكي يحسنوا من صحة العصب البصري؟ هل هناك فيتامينات معينة؟ نسمع أنه الفيتامين B12 جيد جدا، إذن بماذا تنصحين؟ هو عموما ليس هنالك يعني شيء ثابت انه لو اخذت الفيتامين A فيتامين B12 راح يحسن مثلا وظيفه العصب البصري. هو الجنرال هيلث يعني الصحه العامه اكيد مهمه للعصب البصري وللعين وكل الجسم. فنحن نوصل المرضى اولا بالنوم ساعات يعني كافيه، شرب الماء، العلاج الغذاء الطبيعي المتكامل، وطبعا تخفيف التوتر زي ما قلنا، يعني انه التوتر له علاقه بمضادات الاكسده، والان مضادات الاكسده لها علاقه كثير بامراض من الدماغ والعصب البصري. نعم. وايضا ننصح المرضى اذا اي اعراض، يعني نتمنى إنه المريض يبادر في سرعة الحضور إلى الطبيب أو المستشفى، لأنه العصب البصري جزء من العصب من المركز العصب المركزي، وأي ضرر فيه لا يتم يعني عودة الخلايا أو تجدد الخلايا. فإلى الآن لا توجد علاج، يعني مثل حالات ضمور العصب البصري للأسف لا يوجد إلى الآن علاج لها. نعم. فلذلك الوقاية خير من العلاج. نعم. شكرا لك على كل هذه النصائح التي أعطيتنا إياها دكتورة مشاعر بخيت، أشكرك على مساهمتك الأولى معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. أذكر مستمعين بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة عليك من خلال رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة، هذا هو الرقم 00336072942. على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة أيضا من الممكن أن يكتبوا إلينا. نعود إليك ريتا جودي وكل مستمعينا. الصحة المستدامة سونيتا ناظر. أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة مشاعر بخيت الاستشارية في طب وجراحة العيون وعصب العين، معنا على الخط مباشرة للمرة الأولى من السعودية. أرحب بك دكتورة مشاعر، أرحب أيضا بريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، وجودي باطري في قسم التنسيق. وأول سؤال يأتينا من الكونغو برازافيل من الشيخ خطري موريتاني يتابعنا من هناك، يسألك: المصاب بما يعرف بالمياه الزرقاء الزاوية الضيقة، هل الأفضل له إجراء عملية الليزر أم الاستمرار في استعمال القطرات؟ موضوع هام جدا، نأمل أن نوفق في متابعة الحلقة. إذن نعم، الزرق طبعا زي ما ذكر هو عنده أسباب، ممكن يكون ضيق للزاوية الأمامية أو تكون الزاوية الأمامية واسعة. في حالة ضيق الزاوية الأمامية القطرات غير كافية،
لأنه هو واضح أنه السبب أنه الماء العين الداخلي لا يصرف بطريقة صحيحة، فيجب إجراء الليزر مع استخدام القطرات، ويمكن في حالات أيضا نضطر لعمل عمليات جراحية أخرى. نعم، إذن ننصحه بماذا لمستمعينا؟ ننصحه بإجراء أي مريض شخص بمرض الزرق أو ارتفاع ضغط العين نسبة لضيق الحجرة الأمامية، يجب عمل إجراء الليزر. نعم. والمتابعة مع الطبيب استشاري الزرق أو الماء الأزرق. نعم، شكرا. نواصل معك، وسؤال يأتينا على صفحة الفيسبوك من لين علي، بتقول: دكتورة، زوجي عنده التهاب فيروسي والنظر صار عنده 4/10، كيف نتوصل إلى علاج وشكرا؟ هو طبعا لا، أفضل شيء تقابل طبيب عيون. التهاب الفيروسي، هل هو التهاب أصاب القرنية؟ الأصابع الشبكية والقزحية؟ فيجب معرفة أي منطقة في العين أصيبت لأخذ العلاج المناسب، لأنه علاجات القرنية قد تختلف من علاجات القزحية والشبكية. نعم. وكلهم يؤدون إلى نقصان النظر، ففقط من التهاب فيروسي وفقدان النظر أو نقصان في النظر لا نقدر نحدد أين المشكلة، فيجب يتم الكشف على المريض من أي استشاري عيون، وهو أكيد راح يحدد هل مشكلة قرنية قزحية، وعلى أساسها يتم العلاج إن شاء الله. شكرا دكتورة. نواصل معك، وسؤال يأتينا من سوريا من مستمعة دائمة لنا هناك، تسألك: هل في حل للانحراف في النظر غير النظارات؟ هل ممكن تنحل بعملية؟ أجل، الآن طبعا في عمليات التصحيح النظر refractive surgery، هي تختلف، هي لها أنواع كثيرة، وتصلح للمرضى طول النظر، قصر النظر، والانحراف. فأنصح المستمعة الكريمة إنها تزور استشاري عيون وقرنية وتصحيح نظر، فطبعا هو راح يتم الكشف عليها وعمل صور بنتاكام، صور للقرنية، لتحديد سماكة القرنية وتحديد أي نوع عملية يناسب لها. نعم، شكرا. نواصل معك، ونسيم من العراق كتب لنا: شكرا لك لضيفتك الكريمة، أنا أتابع البرنامج منذ سنوات طويلة، شكرا لك. سؤالي: بنتي عمرها 15 سنة تشكو من ألم في عيونها، عند سؤالنا للطبيب المختص قال عيونها لا يوجد فيها ماء، كتب لنا وصفة عبارة عن قطرة لترطيب العين، لكن وللأسف لم تستفد منها. شكرا لكم، أتمنى أن أحصل على إجابة من الدكتورة. إذن جفاف العيون، هو نعم. شكله يعني أيوة على كلامه إنه هو عندها جفاف. طبعا جفاف العين من الأمراض الآن very common، بقت شائعة نسبة طبعا تغييرات الجو، نسبة للاستخدام الأجهزة الإلكترونية. فطبعا هو لازم يتم زي ما ذكرت الكشف عليها، ونشوف نسبة الجفاف. نسبة الجفاف تحدد بفحوصات في العيادة عن طريق قطرات وعن طريق استخدام أوراق تسمى شيرمر ستريب، وعلى حسب درجة الجفاف ممكن نبدأ بقطرات، والقطرات المرطبة أنواع كثيرة، فيمكن الدرجة حقة الجفاف حقتها لا غير مناسبة لنوع القطرات، وبعض المرضى نحتاج أنه نصرف لهم قطرات غير المرطبة، ممكن يكون في التهاب في القرنية أو التهاب في الطبقة الدمعية يحتاج لأخذ علاجات مختلفة، وبعض المرضى يكون الجفاف مرة يعني كثير يحتاج لوضع سدادات في مجار الدمع لترك الدموع في العين أكثر. وطبعا هذا إذا كان الألم سببه جفاف العيون، لأنه في الألم عنده أسباب كثيرة يعني غير جفاف العين. نعم، شكرا. نواصل معك، ولطيفة كتبت لنا على الإنبوكس على حسابنا على الفيسبوك، بتقول: مساء الخير، لو سمحتم هل من الممكن شرح ما الذي تعنيه جلطة العين؟ جلطة العين، طبعا كلمة جلطة العين ممكن تفصل هي جلطة العصب البصري، نعم، جلطة الوعاء الدموي، لأنه في كم نوع جلطات في العين. بالنسبة للتخصصي، جلطة العصب البصري هو اختلال أو احتلال، سوري، احتلال العصب البصري نسبة لتقليل التروية أو قلة وصول الدم إلى العين،
وهو يكون جزء نفس الشيء، جزء أمامي أو جزء خلفي. وأهم سبب من أسباب جلطات العصب العين البصري هو الأمراض السكر والضغط، الدهون والتدخين، مثل الأمراض تسبب جلطات الدماغ والقلب. عندما يحصل تأثير على الأوعية الدموية يقل الدم الذي يصل للعصب البصري فيؤدي إلى جلطة العصب البصري. هذا طبعا الموسكو من أكثر شيوعا. هنالك نوع ثاني يسمى الأرتريتيك إسكيميك أوبتيك نيوروباثي، وهذا التهاب العصب البصري، لكن هو بسبب التهاب أوعية دموية، وهذا مرض يحتاج لفحوصات ودم وعمل موجات صوتية للأوعية الدموية في مقدمة الرأس أو الصدغ الوجه. وبعد يتم التشخيص يتم تحويل المريض لاستشارة الروماتيزم لأخذ العلاجات المناسبة. نعم، شكرا. نواصل معك ومن العراق هذا السؤال. أنا أشعر دائما بإحمرار في عيوني مع حرقة، ما هي هذه الحالة؟ المسكم بالنسبة للكومبلين أو المشكلة تبع المريض، هذا الإحمرار والحرقان والأشياء هذه، هو جفاف العين. نعم، حساسية العين. الربيع في هذا الوقت أيضا قد تزيد من جفاف العيون. طبعا هو جفاف العين عنده أسباب ثانية، يعني أي التهاب للعين، الحساسية والأشياء هذه تزيد الجفاف. نعم، ففي هذا الوقت نحن ننصح المرضى، بالذات إذا كان مريض مثلا عنده أصلا حساسية أو معروف عنده حساسية وأشياء هذه، فهو لازم يستمر على أخذ المرطبات. وطبعا إذا عنده حساسية لازم يأخذ أدوية الحساسية، في أدوية وقائية تقلل الإصابة بالحساسية، مضادات الهستامين يعني. هي مضادات الهستامين، وفيها معها مادة اسمها ماسيل استبلايزر. الماسيل استبلايزر هي تقلل من حدة، يعني ممكن الأنتيهستامين تخفف حدة الإصابة بالحساسية في وقتها short term، لكن الماسيل استبلايزر هذه المواد تخفف حتى من شدة الإصابة وتكرارها. فننصح المريض إذا عنده حساسية يأخذ هذه العلاجات، يعني أكيد عن طريق طبيب العيون، والمواظبة على ترطيب العين. نعم، شكرا. نواصل معك وأيضا على الإنبوكس وصلتنا هذه الرسالة. يا ترى ما هو سبب تعتيم عين عن الأخرى بفارق 20% تقريبا؟ تحتيم العين يعني تقصد نقصان النظر. نظر، أنا برأيي نعم. أيوة، يعني ونحن في عين يعني نظرها أقل من ثاني. طبعا هو this يعني broad، يعني أشياء أبسط شيء ممكن اللي هي الانكسارات البصرية، يعني ممكن يكون مريض عنده ضعف نظر. في ناس يكون في فرق بين العينين، يكون في عيني مثلا فيها قصر نظر أكثر من الثاني، طول نظر أكثر من الثاني، أو انحراف. فهذا يؤدي إلى إنه الدماغ يحفز أو عين أكثر من الثانية، وهذا ما نسميه الكسل العين lazy eye. نعم، فإذا كان lazy eye طبعا هي العلاجات كما كانت معروفة إنه هو في أول 8 إلى 10 سنوات يتم تحفيز العين الكسلانة، لكن الآن في دراسات أثبتت إنه حتى العلاجات الآن في الليزي آي في طريقة علاجات جديدة تنصح للمرضى حتى في أعمار كبيرة إذا كان هذا تعتيم النظر بالنسبة للانكسارات البصرية. وطبعا في أمراض القرنية الشبكية العصب البصري، فيمكن يكون فيه مرض في العين هو الذي أدى إلى تعتيم النظر، فيجب الكشف عند الطبيب إن شاء الله. شكرا. نواصل معك دكتورة، وسؤال يأتينا من السودان هذه المرة من لؤي. يقول أنا أشعر بأن هناك بقعة صغيرة على البياض في عيني، لماذا تظهر هذه البقع وهل ستؤثر على النظر في المستقبل؟ البياضة العين اللي هي نسميها الصليبة أو السكليرا، طبعا فوقها طبقة شفافة نحن ما لا نراها تسمى الكونجكتايفا أو الملتحمة. فكلمة بقعة دي يعني هل هي بقعة حمراء، بقعة بنية؟ فعادة كأنا طبعا أنا سودانية، فنحن السودانيين
نعم فبيكون صبغة الميلانين شوية عندنا أكثر، فيكون نعم. عندنا تصبغات بنية، نعم وهذا عادي يعني كثير ممكن نراه في من الناس وشائع ولا يسبب أي مشاكل. لكن طبعا إذا كانت تصبغات مثلا في مريض مثلا تحصل له بقع حمراء يكون نزيف ملتحمة مؤقت نعم. لسبب ارتفاع في الضغط، أو المريض كح أو شال شيء ثقيل ففجأة حصل انفجار في الأوعية الدموية، هذا شيء مؤقت. فياريت لو هو يوصف البقعة بطريقة أكثر يتم مساعدته أو يتم الكشف عليها عن طبيب عيون. نعم شكرا. نواصل معك ومن لبنان هذا السؤال. لدي مشكلة أعاني منها كل مساء حيث تبدأ عيوني بزرف الدموع بشكل كثيف جدا، ما هو الحل لهذه المشكلة؟ ما هي طرق الوقاية؟ ما هو العلاج؟ وشكرا. طيب الدموع أو الإصابة بالدموع طبعا من أول الأسباب هي الجفاف، فطبعا نعم. ممكن يكون شيء غريب للمريض يعني نقوله نعم. إنه الجفاف هو سبب الدموع، لكن هو كريفلكس إنه نعم. العين لما تجف فتفرز دموع لترطب العين، نعم فهذا ممكن يكون واحد من الأسباب. ثاني من أسباب الدموع الحساسية، فأيضا يجب الكشف عليها الطبيب إذا كان في حساسية لأخذ العلاج. في بعض المرضى بيكون عندهم كثرة الدموع لأنه بيكون في عدم تصريف أو خلل في تصريف الدموع، فبيكون في ضيق في مجاري الدماء، فأيضا يجب الكشف عليهم لتحديد منطقة الضيق والعلاج المناسب لها نعم. عند طبيب الجفون. شكرا. ننتقل الآن إلى سوريا مجددا. شكرا لكما على حلقة اليوم. أعاني من جفاف في العينين وألم وحرقة أيضا، خاصة عندما أشم روائح قوية أو عندما أضع كريم على وجهي. ما هي نصائح الدكتورة؟ إذن النصائح طبعا يعني أنه تخفف، يعني إذا هي عرفت أنه في أشياء تأثر عليها أكيد لازم تخفف منها، وإذا كان الجفاف يصاحب لأشياء تحسسها فمعناه في عامل تحسسي، فكمان هذه حتحتاج إنها تأخذ علاجات للحساسية، وعلى حسب حدة الجفاف إذا كانت مايد مودرت أو سيفير تحدد نوع العلاج. زي ما ذكرت في قطرات مرطبة، في قطرات استيرويدية وقطرات غير استيرويدية، هذه مضادة للالتهابات على حسب سبب الجفاف. وطبعا في اجراءات مثل قلنا وضع السدادات في مجاري الدم عشان نساعد انه الدموع تكون موجوده اكثر، فننصحها انها تمر على طبيب تخصص جفون او تخصص الشذبه الاماميه ويكون تخصصا اكثر في مجال جفاف العين. شكرا. نواصل وننتقل الآن إلى فلسطين مع هذا السؤال. أشعر بألم في عيني اليمنى، يزداد هذا الألم خاصة إذا كانت ساعات نومي أقل وعندما أمارس أي جهد بدني مثل رياضة الجري. ما هي هذه الحالة؟ فهو زي ما ذكرت انت يعني سؤالك انه نصائحنا للمرضى اهم شيء طبعا اهتمام بالصحه العامه، النوم الكافي والمياه والغذاء الصحيح، لانه لو ما اخذ مثلا النوم الكافي نفس الشيء يعني هو بيكون صاحي معناه العين حتكون مفتوحه اكثر من اللازم، ومعظم المرضى مع استخدام الاجهزه والقراءه عدد الترميش او البلينك ريت قليل، فهذا نعم. يؤدي نفس الشيء إلى الجفاف فيما يؤدي إلى الألم. بالنسبة نعم. إلى الجري فهو ممكن نفس الشيء عندما يجري فيكون العين مفتوحة ومصاحبها الآن تعرض لإير كرنت، والتعرض للهواء والشمس والإير كرنت نفس الشيء يزيد من جفاف العين، فممكن نعم. يستخدم نظارات أو يكون لابس طاقية اللي هي الهاد أثناء الجري عشان تخفف تعرضها للهواء. نعم شكرا. نواصل معك دكتورة مشاعر بخيت. وسؤال يأتينا من موريتانيا. أنا أرى أمام عيني دائما شيء مثل الذبابة يتحرك، يا ترى ما هي هذه المشكلة وكيف من الممكن أن أتخلص منها خاصة أنها مزعجة جدا لي؟
انضباط الطائر من الأشياء الأكثر يعني أكثر شيوعا عند المرضى. وطبعا العين من الخارج فيها قرنية وصلبة، ومن الداخل العدسة، وخلفها السائل الزجاجي. السائل الزجاجي هو وظيفته يعني فيه مواد بروتينية، هذه المواد البروتينية ممكن مع العمر تتحلل وتعطينا اللي هي شكوى الذبابة الطائرة. فنحن نطمن المرضى إنه الذبابة الطائرة إذا كانت في عين أو عينين ولها فترة فهذا شيء غير مقلق، لكن إذا صاحبت الذبابة الطائرة حصلت فجأة ويصاحبها فلاش، تشوف فلاش قوي من العين، فنصح هذول المرضى بيتم الكشف عليهم عن طبيب الشبكية، لأنه ممكن يكون هذا السائل الزجاجي انفصل من الشبكية وممكن يؤدي إلى ثقوب في الشبكية. فحالة الذبابة الطائرة مع الفلاشات، وإذا كان الشيء يعني أكيوت أفضل يتم الكشف عن طبيب الشبكية. أما الذبابة الطائرة بدون أي شكوى ثانية فزي ما قلنا التحلل في السائل الزجاجي، وهي يعني المريض يتعود عليها وتخف إن شاء الله مع الزمن. شكرا. سؤال يأتينا من الكويت هذه المرة، تحياتي لكما ولفريق العمل. أود أن أسأل الدكتورة أنه في آخر فحص لعيني قيل لي أنه عندي بداية كتراكت وعمري 75 سنة، فهل يوجد أي علاج لمنع تقدم الحالة مع العلم أنه ما عندي أي أمراض، ما عندي سكري أو أمراض أخرى؟ شكرا لكما. الكتراكت أو المياه البيضاء يعني هي تحصل بالذات مع تقدم العمر، ومن أهم الأسباب لتكون الكتراكت تقدم العمر، نعم. فشيء غير مخيف، وإلى الآن لا يوجد علاج يعني يوقف تكوين الماء الأبيض. نعم. فالعلاج هو بعد يتكون الماء الأبيض لمستوى معين يحس إن المريض هو غير مرتاح في النظر، وأيضا طبعا مع الكشف الدوري إنه الطبيب قد يحدد لك إنه نوع المياه البيضاء هذه أفضل يتم علاجها، والعلاج جراحي إنه يتم سحب الماء الأبيض جراحيا وزراعة عدسة صناعية، وهي عملية جراحية لكن عملية سريعة جدا وممكن very common، يعني في اليوم الواحد يكون في كل مستشفى يتم عمل 20-30 عملية يعني. نعم، شكرا. نواصل معك دكتورة مشاعر، وسؤال وصلنا من مستمعة دائمة لبرنامجنا من الأردن تسألك: هل يا ترى وضع المكياج داخل العين يؤثر على النظر على المدى الطويل؟ وشكرا. إذن الكحل حسب العربي، الكحل العادي، الكحل والميك اب الماسكر كل الاشياء هذه والماسكرا تدخل الى العين ايضا، صح؟ ايوه الماسكرا نفس الشيء. فهي الاشياء هذه بتاثر على الغدد الدهنيه، يعني الجفون نعم. عندنا فيها غدد دهنيه، فمع الزمن تتراكم هذه الترسبات الميك اب على الغدد الدهنيه فيحصل التهاب في الجفون. فالتهاب الجفون يعني يسبب نفسي ألام، حكة، إحمرار، وكمان يؤدي إلى جفاف العين، لكنه لا يؤثر على النظر، يعني لا يؤثر على النظر يعني. فما لو سمعت ما تخافي إن شاء الله. نعم، هل لديك نصيحة معينة للسيدات والفتيات أولا اللواتي أنا عادة يضعن المكياج؟ نصيحتنا هو طبعا يعني التخفيف، وانه يوميا في مناديل انا اوصفها عموما في عيادتي للمرضى هي ميد واج، احنا نعطيها للمرضى لنظافه الجفون. يعني نعم. انا دائما بنصح المرضى زي ما تهتم بالبشره وتهتم بشعرك لازم تهتم بجفونك. نعم. فالجفن يعني هو منابت حمايه للعين الرموش. ايوه. نعم. فمنابت الرموش، لان الرموش هذه مهمه، هي تحميك وتستقبل التراب والاوساخ وتقي العين، فانت كمان لازم تحافظ عليها. فننصح المرضى بعمل كمادات دافئة أسبوعيا، استخدام الليد وايس مناديل الجفون أسبوعيا، أو إذا كان المريض عنده التهاب جفون أنا عادة بنصح المريض يستخدمها يوميا لمدة شهر مع الكمادة الدافئة وعمل الترطيب. وعند التحسن
يعني اعتبره كنوع روتين، يعني أسبوعيا يعمل كمادة دافئة مع استخدام المناديل، ويفضل بعد الميك اب دائما، عند إزالة الميك اب أفضل تستخدميها إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتورة مشاعر بخيت بهذه النصيحة. سنختم حلقة اليوم، أذكر بأنك استشارية في طب وجراحة العيون وأعصاب العين، كنت معنا على الخط مباشرة من السعودية. شكرا على هذه المساهمة الأولى معنا في مهمة التوعية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونتي كارلو الدولية. شكرا لجودي، لريتا، لكل مستمعينا. عودة إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.